شاء الله النهارده عندنا مراجعه تدريبات متنوعه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقف التلاميذ في فناء المدرسه. يقف التلاميذ في فناء المدرسه. استخرج يعني هطلع من القطعه. اول حاجه قال لي استخرج مد الف. اشوف مد الالف يا اولاد. يقف التلاميذ. التلاميذ ميز فيها مد بالالف. في فناء يبقى عندي كلمتين التلاميذ وفناء فيهم مد بايه؟ بالالف. ممكن اخد كلمة فناء هقوله هنا كلمة ايه؟ فناء فيها مد بايه؟ بالالف. طب مين يا ميس الحرف الممدود؟ الحرف الممدود هو اللي قبل حرف المد. عندي هنا الالف، مين اللي قبليها؟ حرف النون. يبقى هنا فناء فيها مد بالالف والحرف الممدود حرف النون. اتنين مد بالياء. اقرا القطعة تاني. يقف التلاميذ. يبقى التلاميذ يا ميس فيها مد. طب يا ميس انت لسه قايله ان هي التلاميذ فيها مد بالالف، كمان فيها مد بالياء، يبقى كلمه التلاميذ فيها مدين الف وياء، هاخدها هنا في مد بالايه؟ بالياء. كلمه التلاميذ مد بالايه؟ بالياء. مين الحرف الممدود؟ عندي هنا الياء، مين الحرف الممدود اللي قبليها اللي هو حرف الميم، يبقى التلاميذ مد بالايه؟ بالياء. نمره ثلاثه بيقول لي هنا كلمه بها حرف مشدد، كلمه بها حرف مشدد. الشدة قلنا يا ولاد اللي هي زي سين صغيرة، وإما تكون بالتشديد بالفتحة أو بالكسرة أو بإيه؟ بالضم. أقرأ القطعة تاني، نقرأ هنا. يقف التلاميذ. فين بقى الشدة؟ على التاء في كلمة التلاميذ. طب كمان دي الكلمة دي فيها لام شمسية، عشان قلنا الألف واللام هنا الشمسية، الحرف اللي بعديها عليه شدة. يبقى كلمة التلاميذ فيها إيه؟ تشديد. التلاميذ. أربعة، كلمة بها حرف ساكن، كلمة بها حرف إيه؟ ساكن. قلنا شكل السكون اللي هو زي دايرة صغيرة. يقف التلاميذ في فناء المدرسة. كلمة المدرسة فيها إيه؟ سكون. اللام القمرية دايما بتكون عليها إيه؟ سكون. يبقى في كلمة المدرسة عندي هنا في إيه؟ سكون. المدرسة، أحط هنا سكون على اللام عشان هي قمرية. خمسة لام قمرية، وستة لام شمسية. هشوف الكلمة اللي فيها ألف ولام وأشوف الحرف اللي بعديها من الحروف الشمسية ولا القمرية. يقف التلاميذ، كلمة التلاميذ وعندي كلمة المدرسة. قلنا في الشمسية والقمرية هختبر الكلمة. الألف واللام إيه الحرف اللي بعديها؟ هنا عندي حرف التاء. طب إحنا حافظين حروف الشمسية هنسمعهم مع بعض ونفتكرهم مرة تانية. التاء والساء والدال والزل والراء والزين والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. أول حرف يمس التاء يبقى فعلا من حروف الشمسية، يبقى كلمة التلاميذ من حروف الشمسية. حروف التلاميذ، التلاميذ هنا إيه؟ شمسية. طيب هنا اللام القمرية يمس، عندي كلمة المدرسة. الألف واللام إيه الحرف اللي بعديها؟ هنا عندي حرف الميم. طب الميم من حروف القمريه، احنا هنا اختبرنا دي الشمسيه ودي القمريه، يبقى هنا المدرسه هكتبها في ايه؟ في القمريه، المدرسه فين؟ في القمريه، يبقى هنا كلمه المدرسه في اللام القمريه، يبقى هنا لام شمسيه ولام قمريه، هختبر الكلمه، التاء وهنا الميم، الالف واللام بعديها الميم، الميم من حروف القمريه خدناها في هنا ايه؟ في القمريه، والتاء من حروف الشمسيه خدتها هنا في ايه؟ في الشمسيه. بعد كده بيقول لي اكمل شبكه المفردات. جاب لي كلمة المدرسة موجودة عندي في القطعة، طب المدرسة؟ الحاجات الشبكة دي يا ولاد إيه؟ مفتوحة بقى. إيه المدرسة؟ إيه اللي عندي في المدرسة؟ المدرسة فيها فصول، فيها تلاميذ، فيها معلم، فيها أقلام، فيها كتب، يبقى هكتب فيها حاجات كتير. يبقى المدرسة فيها إيه؟ هو قال لي فناء. فناء موجود في المدرسة. كمان فيها إيه؟ فيها معلم. فيها كمان تلاميذ. فيها فصول، فيها كتب، فيها أقلام. ممكن أزود أقول هنا إيه؟ كتب وهنا إيه؟ أقلام. يبقى المدرسة عندي مفتوحة. ولو قال لي كلمة التلاميذ برضه هكتب حاجات كده إيه؟ خاصة بالمدرسة. قال لي هنا ضع أنا ونحن. ضع إيه؟ أنا ونحن. قلنا ضمائر المتكلم أنا ونحن، ضمائر المتكلم أنا وإيه؟ ونحن. أول حاجة قال لي نقط تلاميذ. التلاميذ دي ايه؟ مفرد ولا جمع؟ احنا قلنا ضمائر المتكلم هي اللي بتتكلم. انا للمفرد ونحن للمثنى والجمع.
تلاميذ يا ميس دي جامع، هتاخد انا ولا نحن؟ لا هتاخد نحن، عشان نحن للجامع وللمسمى. اتنين، معلم بارع. معلم ده مفرد، احنا قلنا انا للمفرد، هقول له هنا ايه؟ انا معلم بارع. نمرة تلاتة، بقول لي كلمة ألعب الكرة. ألعب، ألعب هنا دي للمفرد، ألعب الكرة. هنا البدأ بالألف هتاخد أنا، هقول له أنا ألعب الكرة، يبقى قلنا ضمائر المتكلم أنا ونحن. التدريب التالت بيقول لي حلل إلى مقاطع صوتية. حلل إلى مقاطع إيه؟ صوتية. قلنا حلل لمقاطع صوتية، قلنا المد مع الممدود والحرف الساكن مع الحرف اللي قبله. هناخد الكلمة دي، كلمة أقلام. أقلام قبل الألف، الحرف اللي بعديها حرف القاف، القاف عليها سكون، قلنا الساكن واللي قبله والمد مع الممدود. هاخد الألف ومعها حرف إيه؟ القاف اللي عليها سكون. أقلام، اللام والألف مع بعض، عشان هنا مد بالألف، المد والممدود مع بعض، يبقى أقلام، وحط الميم لوحدها. يبقى أقلام كم مقطع؟ ثلاث مقاطع. كم مقطع؟ ثلاث مقاطع. بعد كده قال لي كلمة فناء. فناء فيها مد بالألف، بس الفاء لوحدها في الأول، في والنون والألف مع بعض، وهنا الهمزة لوحدها. كلمة فناء فيها كم مقطع؟ ثلاث مقاطع. طب هنا قال لي تمساح. هنا السكون جه مع اللي قبله والمد مع الممدود، يعني جه ايه؟ التاء معاها الميم، تم والسين والألف مع بعض، تمساح. يبقى كم مقطع؟ ثلاث مقاطع، يبقى الساكن مع اللي قبله والمد مع الممدود. كون كلمة. التدريب الرابع بيقول لي كون ايه؟ كلمة. جيب لي هنا كلمة وبيقول لي كون الكلمة دي. جيب لي هنا حرف الكاف والواو والتاء والتاء، بس هنا بيقول لي ان اول حرف عندي حرف الكاف، يبقى هكتب هنا حرف الكاف واشوف بعد كده. كات كوت، يبقى كلمة ايه؟ كاتكو، يبقى كوننا كلمة كاتكو. بعد كده جايب لي حرف الألف والسين والياء والراء والتاء المربوطة، وبدأ بحرف السين، بقول لي إن أول حرف عندي السين، أكتب السين وبعد كده هشوف إيه اللي بعديها. سيا، حط الياء، سيارة، سيارة. يبقى إحنا خدنا النهاردة كون إيه؟ كلمة في التدريب ده. يا رب إن شاء الله تكون المراجعة النهاردة استفدتوا منها يا سنة أولى.